من جهة الرابعة مع منى سامي. مرحبا بكم. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. بهذه الكلمات لخص الشاعر حافظ إبراهيم أهمية الأم في حياتنا وفي المجتمعات. الأم هي العمود الأساس في بناء المجتمع والقيم النبيلة والصالحة فيه. يختلف تاريخ الاحتفال بعيد الأم من دولة إلى أخرى، لكن في العراق والعالم العربي يصادف الاحتفال بعيد الأم في 21 آذار بالتزامن مع أعياد نوروز. بالولايات المتحدة يعود تخصيص يوم للأم إلى المؤلفة الأمريكية جوليا وورد هاوي التي اقترحت الاحتفال بهذا العيد في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1872 بهدف تمكين الأمهات من المشاركة في مسيرات السلام وقتها. هذا كان في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا جارفيس من ولاية فيرجينيا كانت أول من احتفل بعيد الأم في عام 1908. أقامت آنا احتفالاً بعيد أمها في كنيسة أندوريس، وبعد ذلك أخذ الناس يقلدونها وأصبح هذا الاحتفال عيد رسمي سنة 1914، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي ويلسون هذا العيد سنة 1913. من الدول التي تحتفل به وفقاً للتقويم الأمريكي أستراليا، النمسا، بلجيكا، بنغلاديش، الصين وكندا، كولومبيا، البرازيل، كرواتيا والإكوادور، أستونيا، فنلندا، ألمانيا واليونان والهند وإيطاليا واليابان. النرويج هي الدولة الوحيدة بالعالم اللي تحتفل بعيد الأم في فبراير، وتحديدا في ثاني أحد من فبراير، وهو تقليد ديني في الأساس. تحتفل السويد بعيد الأم في آخر يوم أحد من يونيو حزيران، تحتفل فرنسا به بأول يوم أحد من حزيران أيضا سنويا. أما عربيا، بدأت قصة عيد الأم من فكرة كتبها الصحفي المصري القدير علي أمين، وهو أحد مؤسسي دار أخبار اليوم المصرية التي تأسست يوم 6 ديسمبر كانون الأول سنة 1955. جاءت الفكرة بعدما زارت إحدى الأمهات مصطفى أمين في مكتبه في صحيفة أخبار اليوم المصرية وقصت عليه قصتها وكيف أنها صارت أرملة وأولادها صغار ولم تتزوج، وكرست حياتها من أجلهم حتى تخرجوا من الجامعة وتزوجوا واستقلوا بحياتهم وانصرفوا عنها. كتب مصطفى أمين وعلي أمين في عمودهما الشهير فكرة يقترحان تخصيص يوم للأم يكون بمثابة يوم لرد الجميل وتذكير بفضل الأم. بالأخير تعددت الأيام وتبقى الأم من أعظم ما خلق الله. لا أبالغ إن قلت أن الأم العراقية هي أعظم أم في العالم. ضحت بأغلى ما عندها، هي الأكثر صبراً والأشد حزناً. اليوم قررنا تكريم أمهات الشهداء. كان من المفترض أن تكون ضيفتنا والدة الشهيد أحمد لمهنة، لكن للأسف اتدهورت حالتها الصحية بعد عودتها من النجف الأشرف لزيارة أحمد. أحمد صاحب الضحكة الملائكية، واللي كان تاريخ ميلاده يوم 19/3، يعني قبل يومين. فهي راحت زارتها بالنجف، وللأسف حالتها النفسية والصحية كلش تأذت، ولهذا يعني اعتذرت، وإلا كان هي المفروض تكون ضيفتنا اليوم. أحمد كمل دراسته واشتغل بمجال التصوير الفوتوغرافي الحربي، كان يوثق أحداث حرب داعش. التحق بالحشد الشعبي تلبية لنداء المرجعية. كان عالم التصوير شغفه الخاص، بالإضافة إلى هواية متابعة كرة القدم. سكن مع أسرته وكانت حالتهم المادية بسيطة في أحد أحياء بغداد القديمة. صاحب الابتسامة الساحرة والوجه الطفولي البشوش كما يصفه رفاقه ممن لم تجف دموعهم بعد. أكيد أحمد كل اللي يشوف صورته اليوم يشوف ضحكته الحلوة.
مصدر رزق أحمد الوحيد كان يحصل عليه من الهيئة هيئة الحشد اللي عمل بيها مدافعاً عن قضية هو آمن بيها بسبيل تحرير بلاده من سطوة الإرهاب المتمثل بداعش الإرهابي. لكن هو شهد بحياته معاناة، بكل معاناة كان أحمد يشوفه اختبار لإيمانه وصبره. عاش في منزل مصنوع من التشينكو وكان الوحيد اللي يعيل عائلته. منذ اليوم الأول من الشهر العاشر شارك أحمد بالتظاهر باعتباره من نشطاء الثورة التشرينية بكل ما أوتي من حرص وطني وإرادة حرة. شارك بالثورة، نشاطه كان بنقل الواقع والصورة اللي توضح شنو هي ساحة التظاهر وشنو اللي دا يصير بيها. أحمد ما عنده أي انتماء حزبي، انتماء الوحيد هو للحشد الشعبي وذلك تلبية لنداء المرجعية العليا. أحمد تبنى دعم الثوار من خلال مشاركته بالتظاهر وتوثيق الأحداث من أجل الوقوف بوجه الفاسدين الذين أضاعوا بلده. ولم يتوقف أحمد يوما واحدا عن التظاهر حتى يوم 6 من شهر كانون الأول. راح أحمد ويا صديقة الجسر السنك العصر حتى يسوي واجبة اليومي، يصور وينقل الوقائع اللي تصير بساحات تشرين. لكن للأسف كان هذا يوم الأخير بمهمته الثورية. بالساعة 7 دخلت الآليات المسلحة وقامت بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين العزل. كان أحمد يوثق هذا بسلاحه اللي هو الكاميرا، وثق العديد من المشاهد وهو موجود بالصفوف الأمامية. بعدين ما أقدر يعني مجرم كلمة قليلة بحق من يقتل بريء. المجرم وجه الرصاص باتجاه أحمد لأنه شافوه عنده كاميرا. أحمد دار ظهره وراد يحتمي بأي شيء لأنه الرصاص كان بالضبط كالمطر. هنا كانت الخاتمة، هاي الخاتمة اللي أنهت حياة عدسة الثورة الحية. أصيب أحمد برصاصة بظهره، وقعت كاميرته، تليفونه اللي بيده وقع من إيده، أخذوه إلى الطبابة حتى يعالجون جرحه. من وصل أخبرهم أنه أني أحمد، لأنه هو كان يعرف أنه هو راح يموت رغم أنه كانوا يحاولون إنقاذه. اليوم ويانا والد الشهيد أحمد. أهلا وسهلا بك أبو أحمد، نية هلا. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا اليوم. كان القناة منورة بأهلها. شكرا جزيلا. كان المفترض أم أحمد اليوم ويانا حتى بس نعايدها نقول لها كل عام وانتي بخير، كل عام وجميع أمهات الشهداء إن شاء الله بألف خير والله يصبركم. أول شيء طمنا عن حالتها الصحية، شلونها أم أحمد؟ الحمد لله الحمد لله، إن شاء الله أفضل من يعني قبل ساعتين، إن شاء الله أفضل هي اليوم. الحمد لله ونبارك لكم ولكل الأمهات هذا العيد إن شاء الله. طمنا عنكم، أنتوا شلونكم؟ الحمد لله نحن في نعمة من الله. أبو أحمد ليش أم أحمد هالقد تخربطت؟ شلون تدهورت حالتها الصحية؟ المولد الشهيد صادف يوم السبت 19/3، واللي صادف أيضا هو مولد منقذ البشرية بنفس الوقت عجل الله فرجه. نعم. ورحنا للنجف يعني تعرفين هاي الأمور، تعيد الذكريات، تعيد الماضي، تعيد يعني ولو إحنا ما صارفين هاي الأمور، ولكن من ضمن وصية الشهيد إنه وديتنا يكون مدرسة مثلا. نعم. فلازم نتواصل ويا الناس ونتواصل ويا كافة الدعوات، فتأثرت بهذا الموضوع وتأثرت شوي. كلنا شفنا وصية أحمد المصورة
نعم. هل أنتم ملتزمين بوصية أحمد لليوم؟ الحمد لله، نحن ملتزمون بكافة فقرات الوصية، وكما أسلفت نحن متصلون مع كل الدعوات، مع اللي يزورنا هنا غرفة الشهيد باعتبار مقتنياته موجودة. وهذه المقتنيات ليس فقط مقتنيات ملابس، وإنما فيها فد أثر حتى للزائر من يدخل هاي الغرفة يشوف هناك روحانية قوية في هذه الغرفة اللي كان الشهيد كان يسكنها. طيب أبو أحمد، أريد أسألك، تذكر آخر عيد أم كان أحمد موجود بي وياكم؟ نعم. شنو إيش سويتوا؟ احكي لي عن الأجواء العائلية بيومها، آخر عيد أم كان موجود أحمد. يعني هو من النوع، أحمد من النوع ابتسام تدل على شخصيته، من النوع اللي اجتماعي دائما يحيي هذه المناسبات. مثلا عيد المعلم، عيد الأم، عيد الأب، يعني هاي عيد مثلا ويا الأطفال. فآخر آخر آخر مرة كان موجود واحتفلنا أيضا بعيد الأم، وكان حاضر وجاب كيكة لوالدته، ويعني هدايا الذكر هم جاب لها، الخوات اثنين اللي من الزوجات ايضا هم جاب لهم هدايا. كان هو يزرع الفرح اينما يمضي، واي بيت يدخل الفرح وياه، اي مناسبه. وتعرفون انتم هو عنده فد ولع بعمله، يعني محب الى عمله الى درجه، وخاصه التصوير والكاميرا ما تفارقه دائما. هو حتى كان ما يفارق لا الكاميرا ولا القلم ولا الورده. طيب يعني دا اسمع انه احمد مو بس الامه، الخالات همين كان يعتبرهم امهاته ويتذكرهم بعيد الام. بالضبط، يعني عماته خالاته يتعنى للكوت وقسم بغداد من يومهم بهذه المناسبة، يروح يزورهم، يروح يهنيهم، يطمن عليهم. بنفس الوقت هو كان من يعني عنده فد حب ولع بصلة الرحم، ولذلك هاي المناسبات ما يتركها. طيب نعم. أنا جدا شاكرة اتصالك أبو أحمد، شكرا جزيلا لك، سلامنا يعني الوفير لأم أحمد، الله يصبرها ويصبركم إن شاء الله جميعا. يوصل إن شاء الله على فراق أحمد. حقيقة بس موضوع أنه لحد الآن تحقيق عادل في قضية اغتيال الشهيد أحمد لحد الآن ما موجود يعني. طيب هو أساسا عندكم يعني أنتم رفعتوا قضية؟ نعم. زين، وين وصلت؟ يعني المحكمة اللي باب الشهيد المتظاهرين، اي محكمة المتظاهرين الصور اسمها. نعم. اي بس لحد الان كإجراء روتيني موجود، يعني هذا مال يعني بعدها مفتوحة الشرطة وتاخذ الشهود على وفاته. القضية مفتوحة لليوم لو انغلقت؟ نعم مفتوحة. ولا طيب. ولا اي راس خيط لقيته؟ ولا يعني اي شيء؟ يعني كانما حتى من تلقى راس خيط، اي اكو من يسده أو يحاول يقطع الخيط. طيب يعني خلينا نحكي بصراحة، اليوم أحمد نعم. راح والمفروض دمه ما يروح هدر إن شاء الله يروح. أنت تتوقع أكو جهة معينة كانت وراء حادثة اغتياله؟ أكيد مخطط لها، يعني عملية اغتياله ليست عشوائية. بمن تشك؟ في الوقت الحاضر ما أقدر يعني أصرح هذا الموضوع، ولكن يعني بس هو أبو أحمد أنت حضرتك نعم. تعرف لكن ما تريد تحكي، صح؟ لأنه الإجراء القانوني قاعد ياخذ دوره، فما نقدر نصرح إذا مو الإجراء القانوني يكمل. زين، في حالة أنه كمل الإجراء القانوني بدون ما يطلعون الجهة اللي كانت وراء تنفيذ هذه العملية، هل راح تتكلم نعم. أنت؟ طبعا ذاك الوقت يكون لنا إجراء آخر. اليوم الجهة هل هي موجودة بسدة الحكم؟ احنا مشكلتنا في هذا الموضوع انه كل موجود سدة الحكم يدعي انه يدافع عن حقوق الانسان، ولكن الحقيقة غير هذا. يعني هم احنا اليوم نشوفهم كلهم، يعني من
أكبر كتلة إلى المستقل الواحد، هم يطالبون بدم الشهداء. يعني إن أنت اليوم بمن تحط أملك؟ بأي جهة تقدر يعني تدعمك أو تدعم حق الشهداء فعلا، هم من كل قلبهم جايين مؤمنين بهذه القضية، لو ما تشوف أكو أحد يستحق؟ هو تقريبا بس عندنا القضاء، يعني عندنا فد أمل إن شاء الله، الأمل بالله أولا، إن شاء نحاول الله عن طريق القضاء إن شاء الله. إن شاء الله. أنا كلش أشكرك أكيد، وهذه دعوة إلى السيد فاق زيدان، هذول الأولاد أولادنا، يعني ما نريد دمهم يروح هدر إن شاء الله. رئيس مجلس القضاء الأعلى، طبعا إلى كل التحية والاحترام، وإن شاء الله يا ربي يوصل صوتك إلى وصوت كل أهل لكل شهيد. سلامي الأستاذ زيدان، العفو فاق زيدان، ويا ريت يعني تستنى هاي المواضيع، لأن إحنا حتى شباب عمر الورود بحدود 700 شاب. 700 شاب مثل أحمد وغالي على أهله، 700 شاب أكيد أو 800، هي المشكلة حتى العدد ما نعرفه، يعني العدد حتى ربما أكثر من هذا اللي إحنا نعرفه. أكيد أكيد أكيد، عدد جرحى والمصابين والمتأثرين والمعاقين لليوم، إضافة يعني فوق ما إحنا مطين دماءنا، الإهمال لحوالي الشهداء، يعني الله وصى بهم سبحانه وتعالى الأنبياء. قولي أبو أحمد، أبو أحمد، أنت ما ماخذ حقوقك مال ابنك؟ يعني مو موضوع حقوقي. حقوق المعنوية وينها؟ يعني اليوم احنا حوالي الشهداء ليش خلينا بالخط الأخير، هم مو بالخط الثاني، لأنه يقاسمون الكيكة بس ما يفكرون بحوالي الشهداء، المفروض تلتزم في مكانات معينة، بس يعني ما على الأمور المادية. زين، يعني شنو طلباتك؟ أكو نساء شهداء اليوم حالتهم يرجع لها، لأن الراتب يتقسم على ثلاث، على الأب والأم وعلى الزوجة، الزوجة عندها أطفال ومؤثرة إيجار، تنحكي 300 من الراتب، 300 وش تسوي بها هاي زوجة السيد؟ صح. يعني فد مأساة ما نقدر نحكي لها، بس احنا شنو؟ بركة دماء الشهداء، هذول العوائل يجون هنا يسكننا هاي الأمور، فمطلعين على هواي أمور، يا ريت تكون حلقة كاملة، أتمنى عليكم فتح حلقة كاملة، حتى لو تجونا هنا أهلا وسهلا فيكم، حلقة كاملة على هذا الموضوع. والله يا أبو أحمد تؤمر وتدلل، أنا أتمنى أوصل البيت كل شهيد والله. وعندنا مؤسسات، عندنا مؤسسات اليوم موظفين ياخذوا رواتب، مؤسسات مختلفة كلها تختص بشؤون الشهداء. صح. للأسف. للأسف هذا حال بلدنا. أنا كلش أشكرك، شكرا جزيلا أبو أحمد، الله يخليكم، بارك الله صحة وعافية إن شاء الله يا رب، ينعاد عليكم كل سنة وانتم بخير وصابرين إن شاء الله. عليكم إن شاء الله، الله يسلمك، الكل كاد قناة الرابعة. شكرا جزيلا، حياكم الله. حياك الله. يعني اليوم حال أمهات الشهداء الله يعينهم. زين، خلينا نسولف بثائر الطيب وأم ثائر الطيب. ثائر الطيب من مواليد الديوانية 1980 19، كمل دراسته ودخل كلية الإعلام بالجامعة الإسلامية، وصل للمرحلة الثالثة، اشتغل بهواي أماكن، وهواي أماكن ضمن إطار العمل الحر. اتمنى أنه يشتغل بوزارة النفط، واتمنى انه يرتبط بحبيبته اللي تاخر عنها لظروف خارجه عن ارادته بوطننا المنكوب. ثائر كان هاوي للشعر الشعبي، ويعني هو يعتبر شعراء العراق زملائه، يعشق الفن بكل تفاصيله، كان شديد التاثر بالمواقف الانسانيه وخاصه الوطنيه. ثائر كان يبكي كثيرا عند مشاهدته لأي مشهد إنساني وطني، كان صاحب ابتسامة مميزة مع الجميع، ما أعرف ليش أصحاب الابتسامات اليوم ويانا شهداء، مشهور لدى كل من يعرفه بكلمة ها خالي، بدأ ينتشر وينعرف صيته ثائر البطل
بدأ ينتشر بشكل سريع من خلال أفعال الإنسانية. أطلق ثائر حملة سماها ما لا تطلع، أطلقها للفقراء والمحتاجين. كل هواية كان يحب هاي الأعمال، خليني أقول بشكل غريب ولافت، كان يد العون لكل فقير يمر بطريقه. كان يواظب بجهود حثيثة ليل وينهار لكل ما يخليه يشعر بالحب والراحة. ما كان يعرف الإرهاق والمتاعب طول السنين. ثائر كان يشارك بكل الانتفاضات الشعبية المناهضة للظلم والطغيان والفساد بمدينة الديوانية، حتى ثورة تشرين منذ 25 كان له الدور الفعال كناشط مدني. لروح ثائر كل الاحترام والتقدير، لعائلته كل أتمنى لهم الصبر. مو بس ثائر، هي تشرين انطينا بيها هواية، ولدنا كلش عزاز علينا ولليوم دمهم ما راجع، ولليوم احنا ما شايفين العراق بالطريقة اللي احنا كنا نريد نشوفه بيها. خسارتنا كبيرة، خسارة العراق دائما كبيرة بشبابها. نتمنى بالسنين الجاية فعلا كل من انطانا وعد انه ياخذ دم الشهيد ياخذ لنا اياه صدق. ام ثائر اليوم مشكورة لبت دعوتنا. بالبداية مية هلا بيك ام ثائر، كل عام وانتي رمز للصبر، كل عام وانتي رمز للصمود اللي نتمنى نكون بيه. أحييك وبوسع على رأسك أم ثائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أم ثائر شلونك؟ الحمد لله والشكر لله. دومك يا ربي زينة، كل عام وانت بخير. الله يسلمك، رحم الله والديك وشكرك يا عمرك. أم ثائر كل احنا ولدك وبناتك. الله يسلمكم على رأسك حبيبتي. احكي لي على ثائر، تذكرين اخر يوم اخر عيد ام وياه؟ اخر عيد وياه؟ اي قال لي يوم اجيب لي هدية. زين. راح جاب لي موبايل واجا. حبيبي. قال لي يوم هاي هديتي بعيد الام. قلت له يوم وصل لي كذي الواحد غير، قال لا يوم هاي هديتي. ولحد الان انا محتفظه بالموبايل، ما يشتغل محتفظه بيه، ما اقدر اطلع من الطلاقه مالت الكنترول. وخليه ذكرى. يعني كان طيب طيب صحيح طيب 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 وصدق طيب. قلي له ما خليتيني كلام احكي، قلي له حكيتي. الحكيتي انت انا رد احكي. بس تسمعي. اني كان صعب علي انه اكمل الحكي بعد ام ثائر. يعني ولد تشرين عزاز، وانتو اكيد اعز، انتو الامهات اعز. الله يعين قلبك
اليوم الله يعين قلبك وكل يوم. بعد قلب انا هذا اليوم علي كل الصعب تاع البابا موجود يمي. بس انا فرحانه لانه رمز. بس انا فرحانه وشايله راسي بيه. طبعا والله كلنا مو بس انت، ربيتي ونعم ما ربيتي، ولهذا اريد اسالك شلون زرعتي بثائر هذه الروح الثوريه وهذه الروح الوطنيه؟ شلون ربيتي؟ علمينا وانطينا درس شلون نطلع ولد مثل ثائر. ثائر ربيته بدموع عيوني. زين. ثائر غالي علي. اكيد. زين شلون كانت طفولته؟ شوفي شوفي الصور هاي تاعت البيت هذه شوفيها. أنا يومين بعد من الصبح أسلم على الصور كلها. قوة أسيطر على أعصابي. يقولون أم ثائر يقولون الزمن ينسي وابنك راح يصير لأكثر من سنتين. الزمن نساك، قدرتي تنسين أو يخف الألم لو بعد نفسه؟ الألم بقلبي، الألم بعيوني، الألم براسي. أنا هسه لحد الآن من أمشي أتيه ما أشوف دربي من ثائر لحد الآن ما أشوفه بعيوني ولا أحس بالجاي أمشي ما أتيه الطريق. بس مع هذا لأنه شهيد الإصلاح. أنا ليه ثائر دافع عن وطنه وعن حقوق العالم وعن حقوق العالم كله. أنا شايل راسي بيه. زين أم ثائر احكي لي عن إنسانية ثائر، احكي لي عن مواقفه. شلون يعني كان معروف اي يعني زين. لا رب اخر اللحظه من يريد يطلع طلع من الشارع قاعد يمشي واحد صاح وراه قال ابو الثوار صار لنا اسبوعين ما باقي للحظه قال له تبشر بيها. صاح حق الصعب قال اعطيك كيلو لحم وانا ما عندي هسه فلوس سجله عليك. من هو يسوي هيك؟ ماكو ماكو دار واحد يسوي مثله. اللي لأن يأتي الوصف، الوصف يأتي عن يعني شد يصرف عليه قليل. بس شد وصف عليه قليل. بس المشكلة إن أعاني من هسه الأجهزة الأمنية. أنا هسه لا أعاني من عندها الأجهزة الأمنية. ليش؟ لحد الآن كل شيء ماكو على ثمن. وين وصلت قضيته؟ وين وصلت قضيته؟ يوعدونا باكر عقبه هذا الأسبوع هذا الشهر هذا اليوم وكل شيء ماكو. يطبطبونها بيناتهم واحنا ما نعرف السالفه شنو هي. يوميا يوميا احنا هابجين قلوبنا، يوميا هابجين قلوبنا وكل شيء. ليش؟ يسترون على المكاتب ويعرفونها كل زين. المحافظ كلها لا ما اقدرش على فلان وفلان. كلها تعرفون، كلها تدري فيه. الله شاهد. لا ساعة الانضرب وصل البشر مالتهم خارج العراق. شلون يعني لازم واحد عدو وياه الضربة ذيك الساعة سواها بي يمشي ورا. لو ما يمشي ورا ما صار رأس النشر. زي منو تتوقعين الجهة اللي مسؤولة عن اغتيال ثائر؟ والله يا عمري ما أدري. بس الله يدري. ابني لا عنده عداوة لا واحد مهدده لا عنده فرشي. بس الله يدري. وتعرفونه كل زيان إنسان مسالم وفقير ما يروح الطريقة ورد الطريقة. مثلتي بالوحدة بثلاثة ويطلع. وهاي المناسبة أوجه مناشدة وزير الداخلية. طيب وأنا بهاي المناشدة يا بعد عمري أنا أوجه سؤالي لوزير الداخلية. إذا يتدخل موضوع ابني ويطلع لي كتالة. بسم الله. يعني انت اليوم دعوه بعيد الام لكل الحكومه انه تشوفين كتال ابنك بعد عمري. اريد ان من الله ومنكم منها طلب الوحيد. انا كل شيء ما اريده بس اريد الكتال ثائر وهي بس كل شيء ما اريده. مالك يمك خاله؟ مالك؟ اي موجود. سلمينا عليه صوته دا يبين. الله يسلمك يا عمري. الله يسلمك يا روحي. الله يصبركم ويصبرك انت بعد عمرك. ايش قد عندك غير ثائر ام ثائر؟ عندي بس مالك.
الله يحفظه. خلاص قاعد من عندي وخلنا مالك عندي بس مالك عندي. نسأل الله عن يفرج عن المغيبين. أريد أن الله يفرج عن المغيبين بجاه هذا اليوم العظيم. ويصبر أمهات الشهداء والمفقودين بجاه هاي الليلة. آمين. آمين. أنا أقول والله من أصول قضية كل شيء ما أريده، بس قضية أنتم تبحثون عنها. والله يما قضية ثائر. وقضية أخوته كلهم المفروض نذكرهم كل يوم. أخواتكم هم أخواتكم كلهم طبعا كلهم أخواتنا كل الشهداء. أنا ما أقلش بس هذا لا بالعكس كل الشهداء. وإن شاء الله هاي دمعتنا تبين تبين إن شاء ما أعرف يعني يمكن هاي أول مرة أطلع بلقاء وما أعرف شو أحكي وما أعرف شو أسأل والله ما أعرف شو نسوي يا عمري. هاي قسمتنا بعد منه قسمتنا بعد شو نرينا بها ليش سوى هو سوى شيء مو زين سوى أخذ حال الناس ذكر الناس ذكر الفقير ذكر اليتيم يعني شرد قلش عليها دعوة أم الجوعة. نسأل الله أن يفرج عن كل مغيب وعن كل ما ضال حقا. الله أن يفرج عن كل مظلوم وكل شهيد وكل فقير وكل واحد مهددين أو شارد. الله هو هو اللي يتمصر بهم. آمين يا رب. آمين يحفظ لك مالك. عسى الله عليها كلها لأن ما بيها ما بيهم رجعنا ما بيهم رجعنا. لجأتي الواحد من المسؤولين أم ثائر؟ رحتي الواحد من المسؤولين؟ لا والله أنا ما رحت ما رحت أنا رحت لله بس بس لله اشتكيت. ما رحت الواحد زين ليش ما رحتي؟ ليش ما رحتي؟ أنا أريد أن الله هو يطلع الحق. مشتركين بدمع بين كلهم مشتركين بكتلة ثائر كلها مشتركة بكتلة ثائر. ليش؟ هو خوته ليش؟ سوى شيء مو زين ثائر؟ سوى هو وخوته الباقي زين. مالك إذا مالك أنت دا تسمع مالك أنت دا تسمعني رفعتوا قضية أنا هم دا أسمع أكثر رفعتوا قضية رفعنا قضية مالك قضيات رفعنا يسمعني هو وكل شيء ماكو مالك يسمعني اي والله اي وياك عيني وياك وياي وياي مالك هذا يا سمعك يا سمعك اذا اسمع رفعتوا قضية اي لحد الان هي القضية ضد مجهود يعني القضية بالنسبة القضية بالنسبة للقضية الثائر انه وصلوا الخيوط من ثالث يوم من الجريمة قبل الاستشهاد يعني ثالث يوم من الجريمة هو حي بعد عايش بالانعاش اي هو عايش لقيته راس الخيط وصلوا الخيوط زين ووعدنا ورا الاستشهاد وعدنا بثالث الفاتحة قائد الشرطة حيدر منخي السابق وعدنا بخيوط انه خلال 3 ايام يتم محاكمة القتلة زين وهاي 3 ايام لحد الان وزارنا محافظ الديوانية زهير علي الشعلان انه قال انا جاي ابشركم انه وصلت الخيوط رئيس لجنة امنية زين الخيوط المن يعني الخيوط جهة تابعة المن منو الجهة اللي الجهة اللي سوت هاي الحادثة ما قال يعني ما قال منو لا ما انطانا انه قال انه راح نعلنها مؤتمر صحفي زين والى انه اجى قائد شرطه جديد استلم مدير استخبارات جديد وانه هي حكومه احنا ما نقدر نحكي انها هي حكومه احزاب هي اللي توخر مدير 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 وتجيب غيره يعني فراح اللي قال لكم لزمت راس الخيط راح النقل مالك مالك بس اسمعني وكمل جملتك اللي قال لكم اني لزمت راس الخيط النقل صح اي زين كمل اي شبيه اللواء استلم لواء محمد قبل فترة مديرية ارهاب الديوانية زين انا قلت له لا تعب روحك عندك شخص واحد حقق ويا تحصل كل شيء منو اللي هو عميد عباس
زين. عميد عباس مدير تحقيقات الديوانية. عنده كافة المعلومات. تتوقع يعني انه هو يعرف. كافة المعلومات خلال حكي اللي حكاه لي كافة المعلومات عنده. وين عميد عباس اليوم؟ عميد عباس موجود لحد الان بمنصبه. مجرد وعود كاذبة تسويف ومماطلة، هذا اللي صار لنا سنتين واربعة او خمسة اشهر عليها. نأمل انه يرجع دم ثائر. اكو رب العالمين هو الحاكم الاكبر. اكيد. ولابد ما يوم ما تجي نهايتهم هاي الاحكام. اكيد. هاي اللي الاحزاب والدولة الفاسدة اللي حكمتنا. ونعم واللي غيبت الشباب لحد الان اللي ما حد يعرف مصيرهم وين، مثل سجاد العراقي، علي جاسي، الشباب اللي مغيبين عندنا بغير دول. بالاضافه الى اكثر والله اكثر من 200 شهيد اللي لحد الان ما حد يعرف من اللي فعل هذه الجريمه. اكيد. كله بسبب هاي الاحزاب الفاسده والمحاصصه اللي جاي نعيش بها لحد هاي اللحظه. لابد ما يجي يوم. ان شاء الله يجي اليوم. انا جدا شاكره لك مالك، واشكر ام ثائر شكر جزيل، شكرا جزيلا لك. الله يسامحك. جدا نشكركم على هاي الدعوه. شكرا جزيلا لقبولكم هذه الدعوه، اشكركم. الله يصبركم. لا اهلا وسهلا كلنا. بعيد الام نستذكر امهات الشهداء جميعا، وندعو لهم بكل الصبر وكل الحب وكل التمنيات انه الله يرزقهم. ما اعرف اذا الصبر يفيد للام بهيج يوم. اكيد ما يفيد. ما كنت ناويه تكون الحلقه بهالطريقه محزنه، لكن يألمنا حال كل ام تتمنى يكون ابنها وياها بهيج يوم. الله يعينكم ويصبركم. كل عام وامي وام القناه كلها وأم المشاهدين بألف خير. يا ربي تبقى خيمة على رأسكم، والله يرحم أمهات اللي متوفين منهم، والله يصبر أمهات الشهداء. الأم عظمة لا تتكرر بأي إنسان. أتمنى ألتقيكم بخير، ما أعرف باكر أو قد تكون هاي آخر حلقة، ما أعرف بعدنا. أشوفكم.